أهلا وسهلا فيكم أحبائي بحلقة جديدة من برنامج أكثر جدا مما نطلب. كنا على مدى 3 حلقات بسلسلة اسمها علامات نهاية الدنيا ومجيء الرب يسوع المسيح الثاني، واليوم هو الجزء الأخير. رح يكون تأمل من أكثر من مطرح من العهد الجديد، وخصوصي لما قال القديس بولس أنه كلنا الموجودين رح نلاقي المسيح كلنا على السحاب، وآيات كتير تانية بدكن تركزوا معي منيح. لنبلش سوا بالآية 34 من إنجيل لوقا الفصل 21، لما إلهنا ومخلصنا يسوع المسيح كمل وقال: فاحترزوا لأنفسكم لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة، فيصادفكم ذلك اليوم بغتة. أحبائي، هيدا أطول جواب على سؤال بيجاوبه المسيح بالأربع أناجيل. طيب يا رب، وبعد كل اللي قلت لنا إياه، نحن شو لازم نعمل؟ نحن ولادك الضعاف اللي عم نجاهد ونحاول كل يوم شوي، مرات مننجح وأكترية المرات منوقع، بس منحبك وعنا ثقة فيك. قلنا يا رب شو لازم نعمل بعد ما سمعنا بالزلازل والأوبئة والخوف؟ بجاوبنا الرب يسوع المسيح وبيقول: احترزوا لأنفسكم. يعني المسيح الحقيقي مش دوره يتنبأ بالساعة ويقول النهاية قربت بعد سنة أو 5 أو 10 أيام أو 20 سنة. لا، دوره المسيح يجتهد بحياته ليستعد لهالساعة، وهيدي مهمة كتير. دورك مش تطلع بمقابلات وعلى التلفزيون وتقول بعد باقي هالقد والمسيح الدجال رح يظهر، أو باقي هالقد والدنيا رح تسكر والزلزال رح يقضي على العالم. هيدا مش دورك ولا طلبه منك المسيح، لأنه بكل بساطة أنت ما بتعرف شيء وعم تخدع، عم تخدع الناس، لأنه المسيح ما خبر حدا عن الساعة. بكل بساطة الرب يسوع المسيح خبرنا كل اللي قريناه سوا على مدى 3 حلقات، بس لننتبه ونوعى ونستعد بحياتنا لهاللحظة اللي ما حدا بيعرف أي متى، وممكن تصير هاللحظة بأيام أو بلحظة أو بسرعة. وشفتوا هاليومين شو صار، بلحظة هز كل شيء. المسيح وحده بيعرف، أنت عليك تكون حريص وعندك حذر بحياتك، ويكون في شيء اسمه توبة، وتحاول تتطور روحيا وتغير بحالك كل يوم وكل ساعة لتصير حسب ما بده إياك الرب يسوع المسيح، حسب وصاياه، حسب كلماته، وهيدا الأهم. بالآية اللي قطعت على الشاشة المسيح عم بينبهنا كلنا، عم بيقلنا انتبه، انتبه لقلبك يتقل. شو يعني؟ يعني لتكون كل حياتك ملتهي بشغلك وجسمك ومصرياتك وعائلتك وشهواتك، ويجي عليك نهار فجأة وتخسر كل شيء وتروح الدنيا كلها. أصلا كلمة أكيد بتخوف، لأنه كلنا الدنيا سرقتنا وشغلتنا أغلبية الوقت. لما أقول كل الوقت، كم واحد منا بيتوقع أنه ممكن اليوم يكون آخر يوم إله ويشوف المسيح؟ أنه يمكن هالنهار يكون آخر نهار بعمري؟ كم واحد منكم وتكون دينونتي قدام المسيح فجأة وأنا لا مستعد ولا عامل حساب؟ وهيدي كارثة. المسيح عم بيحذرك ويحذرنا كلنا ما تنخدعوا بهموم الدنيا. عم بيقلك كل وهم وما له قيمة. الأهم واللي بيحدد مصيرك الأبدي هو إدي أنت مستعد لتقابل المسيح بآخر لقاء، لتكون إما على اليمين أو على الشمال. الحق أقول لكم إنه لا يمضي هذا الجيل حتى يكون الكل. السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. فاحترزوا لأنفسكم
لئلا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياة، فيصادفكم ذلك اليوم بغتة، لأنه كالفخ يأتي على جميع الجالسين على وجه كل الأرض. اسهروا إذن وتضرعوا في كل حين لكي تحسبوا أهلاً للنجاة من جميع هذا المزمع أن يكون، وتقفوا قدام ابن الإنسان. وهلأ أحبائي رح ننتقل سوا لنتأمل بكلمات القديس بولس الرسول برسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي، لنشوف شو خبرنا عن مجيء المسيح الثاني. بيقول القديس بولس بالفصل 4، بيقلنا: فإننا نقول لكم هذا بكلمة الرب، إننا نحن الأحياء الباقين إلى مجيء الرب لا نسبق الراقدين. شو يعني؟ شو عم بيقلنا القديس بولس؟ عم بيقلنا رح خبركن شي ربنا قال لي بإعلان إلهي، وممكن يكون المسيح قال له إياه للقديس بولس بلقاءاته الكتيرة، لأنه كان القديس بولس يظهر له المسيح كتير. أو البعض قال ممكن يكون سمع هالشي من الرسل، والرسل سمعوا مباشرة من الرب يسوع المسيح. مثل ما بتعرفوا أحبائي أنه مش كل شيء انكتب بالأناجيل، لكن عم بيقلنا القديس بولس الرسول حقيقة إلهية. لو نحن بقينا عايشين لوقت ما يجي المسيح على السحاب، ما عنا امتياز أكتر من اللي ماتوا. ليه؟ لأنه بلحظة مجيء المسيح لو كنا نحن عايشين، بس لازم اللي ماتوا كمان كلهم يقوموا ويحضروا معنا، وبهيك كلنا دون استثناء رح نشوف الرب يسوع المسيح جاي على السحاب. الميتين والعايشين منقول بالمسيحية الراقدين، كل الأجيال، مش بس هيك، كل الأجيال رح تحضر هاللحظة المجيدة. عم بيقول القديس بولس ما تقلقوا لو اجت ساعتك قبل غيرك، ما تحزن وتقول مش رح تشوف، لا، هيدا الحدث العظيم رح تشوفه مثلك مثل غيرك. وبيكمل القديس بولس الرسول وبيقول بالفصل 4: لأن الرب نفسه بهتاف بصوت رئيس ملائكة وبوق الله سوف ينزل من السماء، والأموات في المسيح سيقومون أولا. أحبائي عم بيقلنا رح يصير صوت عظيم بالسماء. هالصوت من وين؟ طالع من رئيس الملائكة يوعي كل الميتين أو الراقدين. صوت عظيم من كل الملائكة، واللي عاشوا بإيمان ولزقوا بالمسيح وكان عندهم بحياتهم شيء اسمه توبة واحترام لكلام المسيح، عم بيقول هودي أول ناس رح يقوموا. لازم يحضروا هودي بالذات أول لحظات نزول المسيح من السماء. وبيكمل القديس بولس الرسول وبيقول وبنفس الإصحاح: ثم نحن الأحياء الباقين سنخطف جميعا معهم في السحب لملاقات الرب في الهواء، وهكذا نكون كل حين مع الرب. عم بيقلنا بولس الرسول بهيدي اللحظة بالذات ليلي بيكون بعده عايش، بذات اللحظة اللي بيسمعوا فيها صوت العظيم اللي طالع من الملائكة، شو حيصير؟ رح ينخطفوا اللي عايشين بلحظة. وين بدهم ينخطفوا؟ يطلعوا بالهوى ليلاقوا المسيح على السحاب، طبعا بجسم غير هالجسم المادي. وبهاللحظة أكيد بيكون كل شيء عم ينهار وخلص وما بقى في أرض. وبهيدي اللحظة بالذات رح نتلاقى كلنا، لإله نصيب المؤمن
مع كل القديسين والأبطال وكل اللي من حبهم وسبقونا. رح يكون لقاء في فرح ما بينوصف. فرحة لقائنا بالمسيح اللي من آمن فيه وناطرينه كل حياتنا، نشوفه بعيوننا ومش مصدقين تجي هاللحظة بكل حياتنا. والفرحة التانية رح نلتقي مع الأحبة اللي تركونا وسبقونا للسماء وانحرمنا منهم على الأرض، طبعا مع الأبرار منهم. عم بيخبرنا القديس بولس انه هاللحظة رح تصير هالحفلة الكبيرة، مش على الأرض، هالحفلة هي بالهوى، شغلة ما بيتصورها عقل قد ما خبركن عنها. رح نتلاقى مع المسيح بالهوى، ومن هاللحظة بالذات كل مؤمن، كل شخص جاهد بحياته وجرب يعيش حسب كلام المسيح رح يضل يشوف المسيح بقوته الإلهية وعظمته دايما قدامه. خلص ما حدا بقى من المؤمنين رح ينحرم من بعد هاليوم يشوف المسيح إلهنا القدوس إله كل المجد. رح يكون المسيح قدامنا كل الوقت. لهيك قال القديس بولس هالكلمة المهمة: نكون كل حين مع الرب. وهلا احبائي بدنا ننتقل لنتامل سوا بكلام المسيح عن الدينونه وعن الفرق بين اللي رح يكونوا معه بالسماء وبين اللي رح يهلكوا. الرب يحفظكن وتكونوا كلكن الكن نصيب مع المسيح. بيقول الرب يسوع المسيح الهنا ومخلصنا ملك الملوك بانجيل متى الفصل 25، بيقول: ومتى جاء ابن الانسان في مجده وجميع الملائكة القديسين معه، فحينئذ يجلس على كرسي مجده. عم تلاحظوا أحبائي إنه المسيح عم بيقول عن حاله ابن الإنسان، مع إنه في يقول عن حاله ابن الآب، في يقول عن حاله إلهنا القدوس، بس ربنا يسوع قصد يقول هيك ليفهمنا انه هو شخص واحد، انسان كامل، اله كامل، كلن نفس الشخص وهو الهنا القدوس يسوع المسيح. لما حدا يفكر انه المسيح جاي بطبيعته الالهية بس من دون طبيعته البشرية، حاشا، الهنا انسان كامل واله كامل، وهو نفس الشخص، ابن الاب وابن الانسان بكل وقت. هون عم بيفسر لنا الرب يسوع المسيح انه باليوم الاخير رح يجي مش وحده، لكن مع كل جيش الملائكة، وكمان رح يقعد على كرسي العرش او كرسي المجد. هيدا المنظر اللي شافه يوحنا الرسول باول الرؤيا، وهيدا اللي شافه النبي اشعيا، وشافه كمان النبي حزقيال، منظر المسيح على العرش بكل مجده. ليه أحبائي؟ لأنه الآب ما حدا في يشوفه، اللي رح نشوفه بس هو الرب يسوع المسيح، رح نشوفه بمجده الإلهي. والمسيح قال أنه هو والآب واحد، واللي بيشوفه كأنه شاف الآب. حتى بالحياة الأبدية ما رح نشوف الآب، كلنا سوا رح نشوف الرب يسوع المسيح القدوس ملك الملوك بكل مجده.
كلمة كرسي المجد شو يعني؟ يعني الرب يسوع المسيح هو اللي تجسد وإجا وافتدينا وخلصنا وانصلب كرمالنا وانتصر على الموت وعطانا قوة القيامة. هو نفسه الديان. وهيدا طبيعي أحبائي، إنه اللي عمل هيدا كله هو اللي بالآخر اللي رح يحاسب ويعمل الدينونة لكل شخص. وبيكمل الرب يسوع المسيح بإنجيل متى الفصل 25 وبيقول: ويجتمع أمامه جميع الشعوب فيميز بعضهم من بعض كما يميز الراعي الخرافة من الجداء. أحبائي، الرب يسوع المسيح عم بيخبرنا عن منظر اليوم الأخير، يوم الدينونة. ربنا قاعد على كرسي مجده والملائكة حوله بالمئات والألوف، والكل جاي على السحاب، وكل الشعوب عم بتشوف مجده. يعني مش بس المؤمنين والقديسين، ولا بس اللي بيكونوا عايشين بهيديك اللحظة، لا، كل الناس رح تقوم وتشوف. وحكينا عن هالموضوع أحبائي قبل بالحلقات اللي قبل، وكل واحد رح يندين حسب إيمانه وحسب قربه من المسيح له كل المجد. عم بيقلنا إلهنا إنه مش بس هو إلهنا وهو الديان، لا، هو كمان الراعي الصالح. والراعي إجمالا بيعرف من خواريفه مين هني خواريفه ومين لا. الراعي المزبوط بيعرف من نظرة واحدة مين الخروف اللي إله ومين لا. والراعي إله رعية وهيدي رعيته، هو بحبهم حب ما إله مثيل، وهن جاهدوا يقربوا منه وبحبوه، كانوا عم بيجربوا يحبوه أكتر وأكتر كل يوم وكل عمرهم. وهون المسيح رح يفرز بين الأمناء والبطلين، وتكون لحظة حب وفرح ما بتنوصف لكل مؤمن، ولحظة ندم ورعب لا توصف لكل الناس التانية. بيكمل الرب يسوع المسيح بإنجيل متى الفصل 25 وبيقول: ثم يقول الملك للذين عن يمينه: تعالوا يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ تأسيس العالم. إذن أحبائي، إذا عم بتلاحظوا، المسيح من بعد ما قال عن حاله ابن الإنسان ورجع قال عن حاله راعي، هلأ عم بيقول عن حاله أنه ملك. وهو الرب يسوع المسيح كلهم سوا. وكلمة ملك لأنه إلهنا قوي صاحب الملكوت، ولأنه رح يبلش يحكي لنا عن الملكوت، رح يسمعوا اللي عاشوا حياتهم قراب منه،
بالإيمان وبالأعمال رح يسمعوا كلمة نتمنها كلنا نسمعها من تم المسيح. الرب بهالنهار العظيم رح يقول لكل ولاده اللي بيعرفهم واحد واحد، رح يقول لهم تعوا يا مبارك يا أبي. مين ما بيتمنى يسمع هالكلمة بهيداك النهار؟ ومن تم المسيح قال له كل المجد. قال المسيح كلمة مباركي الآب، لأنه بفضله وبفضل تجسده، المسيح لما تجسد وأخذ طبيعة البشرية من العذراء، بفضله وبفضل تجسده أعطانا نكون نحن أبناء للآب. لهالسبب قالنا تعالوا يا مباركي الآب. والرب بنفس الوقت عم بيقول لولاده مش تعوا خذوا الملكوت، عم بيقول تعوا ورثوا الملكوت. لأنه عم بيقلنا أنتوا ولادي فيكن تورثوا مني. وهالمرة بس هالمرة لما الولاد بيورثوا، البي رح يضل عايش وبكل مجده ومضوى الدنيا ومضوى حياة الكل. ربنا يسوع المسيح عم بيقول لأولاده اللي جاهدوا على الأرض وآمنوا فيه وحبوا وجربوا بكل حياتهم يجاهدوا وما يكسروا كلماته، عم بيقول لهم أنتوا من حقكم تورثوا من عند بيكم. لهيك اللي بحافظ بكل حياته يكون ابن حقيقي للمسيح وبينتبه على سلوكه وشهواته وتفكيره وصلاته، وكان عنده توبة بحياته عن كل خطأ ومتواضع، رح يورث مع المسيح الأبدية. وبيكمل الرب يسوع المسيح بإنجيل متى الفصل 25 وبيقول لأني جعت فأطعمتموني، عطشت فسقيتموني، كنت غريبا فأويتموني، عريانا فكسوتموني، مريضا فزرتموني، محبوسا فأتيتم إلي. يمكن أحبائي أغلبنا حافظين هالآية، بس هالآية مهمة كتير، لأنه المسيح عم بيقلنا بصراحة على كلامه اللي عم بيقوله هلأ، يا منورة الملكوت يا لا، يا منكون أبناء مباركين للآب يا لا. هل هيدا معناه أنه الإيمان والمعمودية والفضائل ما إلهم أهمية؟ أكيد لا، مش هيدا المقصود، إنما الموضوع أعمق بكتير. ما حدا في يعمل اللي عم يطلبه المسيح بهالآية ويوصل لهالمستوى من المحبة والعطاء إلا اللي إيمانه قوي وإيمانه حقيقي وعنده فضائل، واللي كل يوم بيجاهد يلزق بالمسيح أكتر، وطبعا يكون معمد وعنده ولادة، ولد ولادة جديدة من الروح القدس، كله مترابط مع بعضه. خدمة الرحمة هي اللي رح تفوتنا على السماء، بس هي نتيجة لحياة مقدسة مع ربنا، نتيجة لإيمان صحيح، نتيجة لجهاد روحي كل الوقت. هون ربنا يسوع المسيح بوضوح وبصراحة ربط دخول السماء بهالأعمال، بأعمال الرحمة. إذن إيمان بدون أعمال ما بيساوي شيء، إيمان ميت. شو بينفعك إيمانك وأدديسك وصلواتك إذا ما عندك رحمة على الفقير أو على التعبان أو على المظلوم؟ ولا رح ينفعك إيمانك ولا أدديسك بأي شيء، بيكونوا تضيع وقت. عمل الرحمة هو نتيجة لثلاث فضائل كبار، الإيمان والرجاء والمحبة، وأهم شيء المحبة. لو عندك إيمان بربنا وثقة فيه وبكلامه، لوحدك رح يكون عندك رحمة وتنفذ اللي طلبه المسيح منك. لو عندك إيمان ومصدق إنه في حياة أبدية ناطرتك، وعارف إنه مفتاح هالحياة إنه يكون عندك رحمة، رح تعمل كل اللي طلبه المسيح بهالآية وأنت فرحان.
أحبائي، منلاحظ من كلام الرب يسوع المسيح إنه الرحمة ما عندها شكل واحد. رح أرجع أطلع الآية مرة تانية قدامكم ونرجع نشوف أشكال الرحمة اللي قالنا عنها يسوع المسيح. وهالآية الحلوة كتير، يعني مثلا أنت لازم تجي على حالك وعلى عيلتك لغيرك التعبان الفقير ياكل. هيدي بشوفها غالية، غالية عند ربنا هالشغلة. وانتبهوا أحبائي، المقصود هون مش بس جوع وعطش مادي، لا أبدا. في حدا يمكن مكسور بحاجة لكلمة تشجيع، بحاجة تسمع له وتبلسم له جروحاته. يمكن في حدا عطشان لكلمة حق توجه له نظره على المسيح اللي هو وحده قدران يحل له مشاكله الكبيرة أو تجاربه القوية. كل الناس عطشانة لحنان ربنا وحضنه. وشو حلو أنت المسيحي تفهم الناس وتحسسهم بحنان المسيح وبمحبته الكبيرة إلهم. عريان فكسوتموني، كتار فقرة تعبانين ما عندهم يلبسوا، وخصوصي بفصل الشتاء، وخصوصي الأطفال، وغير ناس عندهم 20 بدلة وكنزة وقميص. ممكن تحس بغيرك أو مش همك حدا، يمكن ما يكون همك حدا، بس لما بتقطع بتجربة أو خوف تتذكر ساعتها ربنا وبتقول له يا رب دخيلك. وربنا بيقول لك طالما ما عندك رحمة ولا حاسس بغيرك، ليه عم تطلب إني حس فيك؟ وكمان بالمعنى الروحي، هل أنت بتستر على الناس إذا تصرفوا شي غلط بضعف، أو بتجرسهم وبتحكي عليهم؟ كنتوا مريضا، كل مريض بيكون محتاج للزيارة، لكلمة تشجيع، على شوية حنية. هل منهتم أو منتهرب؟ كلنا هون مقصرين، كلنا مقصرين. الرب يرحمنا. حتى المحبوس هل اهتمينا فيه ولو بدرجة صغيرة، أو بعائلته، أو كل واحد منا باله بحاله؟ وهون كمان كلنا مقصرين، الرب يرحمنا. وكله كمان إله معنى روحي. في حدا بيكون عريان روحيا، في حدا بيكون مريض روحيا، مريض باليأس، مريض بالاكتئاب، ومش شايف ربنا بحياته. وفي أشخاص بيكونوا بحبس، حبس الخطية، خطية متسلطة عليهم حبستهم، عايشين بحبس كله ظلمة ووجع، شايفين الدنيا مظلمة. هل عنا هم نعمل اللي طلبه منا المسيح، أو آخر هم الرب يسوع المسيح هيدا شرطه لنفوت على السماء؟ واللي مش همه ولا بيعمل اللي طلبه إلهنا رح يسمع كلمة قاسية. والرب يحفظكن أحبائي ويحفظني أنا قبلكن من هالكلمة اللي رح تشوفوها. قال إلهنا القدوس ليلي مش همه يعمل اللي طلبه، وللناس اللي عندها أنانية وكبرياء ومش بالهم إلا بحالهم. قال لهم الرب يسوع المسيح كلمة بتخوف، رح أقري لكم إياها أحبائي، ولازم نقريها بعين الروح. ثم يقول أيضا للذين عن اليسار اذهبوا عني يا ملعين إلى النار الأبدية المعدة لإبليس وملائكته. الرب يرحمنا. المشكلة والصعوبة إنه ربنا يسوع حط حاله محل كل شخص تعبان، وكل شخص جوعان وعطشان وعريان ومحبوس، واعتبر إنك إذا عملت اللي طلبه منك بتكون حقيقة عم تعمله معه، وإذا رفضت كأنك عم ترفض المسيح، وكأنك عم ترفض تعمله معه. الرب يرحمنا ويعطينا حكمة قبل ما يخلص العمر.
أحبائي، كنا سوا على مدى 4 حلقات بسلسلة علامات نهاية الدنيا ومجيء المسيح الثاني. يا رب كلنا نتعلم ونراجع حساباتنا ونحسن حياتنا قبل ما يقطع العمر ونخسر كل شيء. فرصتنا هي هلأ، هلأ وبس، بهالكم يوم اللي عايشينهم على الأرض، وبعدين لا بينفع للندم ولا البكي ولا أي شيء. طوبى ليلي بيسمع وبيعمل بكلام المسيح، طوبى ليلي بيركع وبيطلب الحكمة ليتصرف صح قبل ما تجي اللحظة. الرب يبارك الجميع. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد الأبدين، أمين.